اليوم النصائح من مكان مختلف وهو مختبر التشريح. السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم نحكيكم شوية عن المراجعة اللي هي تكون شهر رمضان. شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، وهسه فايد طلاب يسألون صوم بيه ولا طبعا أنا بالنسبة لي صمت، وأغلب الطلاب اللي جوايا صاموا، الصيام ما يأثر عليك نهائيا، بس لازم تحاول أن تقول غير جدولك، قول شوية نظام خاص بيك. مثلا إذا تريد تغير جدولك، بالنسبة لي أنا شو أسوي؟ أنام ويا السحور الساعة 4، أذن وصلي كملت أنام، أقعد بس الساعة 8، أقرأ من 8 للوحدة، الوحدة الظهر صليت الصلاة الظهر كملت، نمت من الوحدة للفطور، قعدت الفطور كملت أقرأ من الفطور للسحور، جربت أقرأ. هذا الوقت أنا بالنسبة لي كان مناسبني، يعني تقدر تغير بعده. وتقدر شيء ثاني انه تقرب النهار وما تاثر على قراءتك نهائيا وما تغير، يعني تستمر على الشيء اللي كنت تعرض اليه، ترى الصيام ما راح ياثر عليك، بالعكس راح تصدق طاقه ايجابيه بانه انت ما راح تلتهي، تروح ساعه تلتهي نفسك بالاكل او تاكل شيء او تروح للمطبخ او للثلاجه. وايد طلاب يسالون سؤال انه بليله الامتحان الشغل او بيوم الامتحان او بيومين ما يصير امتحان. هنا رجاء نهائيا لا تخافون، انت ما دام قريت فتره المراجعه وضبطت مادتك، انت بيوم الامتحان راح تقراها بشيء سهل وما راح تواجه بيها نهائيا اي صعوبه. بس نطلب منك انه انت تضبطها يمتى بالمراجعه، يعني عندك مراجعه ثانيه، المراجعه الثانيه اشتغل بيها تقرا الماده كلها بس بشكل سريع، يعني تمشي بتسلسل سريع، بس احنا بالمراجعه اللي احنا متفقين انه نقرا الكتاب زائد له زاويات، اما المراجعه الثانيه فنقراها من الكتاب بس بشكل سريع. ساعة تنتهي نفسك بالأكل أو تاكل شيء أو تروح للمطبخ أو للثلاجة يعني. أما المراجعة الثانية فنظرها من الكتاب بس بشكل سريع، يعني نمشي بيه بشكله.